احنا عنواننا النهاردة، العنوان هو كيف نوائم بين او نجمع بين مصلحة الدولة وانتظام المساق. ده العنوان اللي هنتكلم فيه، ومن خلاله عندنا مجموعة من الاسئلة بتشارك حضراتكم في الاجابة عليها. بداية، باعتبار حضرتك كنت رئيس اتحاد الكرة الاسبق، متى ينتهي الصداع ونرى دوري منتظم في مصر؟ طبعا انتظام الدوري هدف، لكن هناك اهداف تسبق. نعم. يعني السلام الاجتماعي، مصلحة البلد، مصلحة المواطن، يعني لا شك ان كرة القدم صناعة وكل حاجة، لكن هي في النهاية نشاط ترفيهي. صحيح. هناك أولويات عند المواطن زي أولويات عند الحكومة. كرة القدم لها مكانها في هذه الأولويات، باعتبارها صناعة وباعتبارها جزء من الترفيه وباعتبارها جزء من النشاط الرياضي للبلد. لكن في كل توقيت الأولويات بتتغير. يعني لما يكون التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي ده، احنا بنتصدى لمحاولات ناس عايزة تدمر البلد. صحيح. ناس عايزة مصر ما تقومش، ومصر بتقوم، ومصر بتتقدم كل يوم بقوة. وهناك ناس مش عايزة الكلام ده. المنفذ بتاعهم ايه؟ هم ما عرفوش ينفذوا بشكل عسكري، ما عرفوش ينفذوا بشكل سياسي، انما يعرفوا ينفذوا من خلال ماتش كوره. يعملوا زيطة، شوية صداع، يعملوا شوية صداع. فكل المسألة دي، كل المسائل دي لابد ان احنا نكون واعيين ليها، والناس واعية ليها، وفي نفس الوقت ما نسمح لهمش ان هم يعطلونا. يعني نلعب الدوري بتاعنا وينتظم، لا، نستحمل من غير جمهور. نستحمل. نعم. ونلعب الدوري بتاعنا. بعض المباريات تتأجل وتتنقل، تتأجل وتتنقل، مفيش مشكلة. لكن في النهاية احنا قدامنا هدف عايزين نوصل له. نعم. مش عايزين حد يجرنا في. طيب،